وامتاز بمقولة طبع طبع الكوخ واحمل من صديج الطق علي أخوه ابو صلاح بفرح وابني بخال دوم نتعناك وقبل لا يطيح ابن عمك نطيحه بشهودك بشهودك ابو حيدر بشهودك شوي حبيبي وقبل لا يطيح ابن عمك نطيح وياك واحنا بتريد دوم عد عينا شدوها شدوها كل الناس لي الصيح مولاي وكبر وانا بين اعداد مولاي عمري للنبي ما قلت مولاي اكل الزين والذات وفية وحق فارس بدر لا وحق ذي الفقار هنا اهل التفق وهنا رصاص الحار بزوتكم سيد بزوتكم هنا مركز قوافية تريد اشعار نقفت جداملك نقلة نمر للهور ولا ماي القصيد على الخيال يلو سيدنا ولو خلص عتادك حط
شاجور اطير اسناد لك والليل والنار. الله يشيله الله يشيله الليل الله يشيله الله يشيله الليل الله يشيله 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 ها من حقنا انت عنا الزين ما نبخل بممشانا. تقوى اخو باشا الشاذة تقول من حقنا انت عنا الزين ما نبخل بممشانا ونقل لا يمنك ضيج بس يكون سلخانة. داوي نسوي ما يصير يصير هالشي يصير ويانا على راحتك. الخير نعتلينا ونشترك وياه وابدا ما نفشنا ما نضيع رجال. الخير نحتلينا ونشترك وياه وابدا ما نفشنا وما نضيع رجال. الجوارف راوي نضحى رقاب ولك ونصير شسالف لك والسوالف تدرهن هواي. محسن ولو انهم زلم وجه بوجه لاقوس. شسالف لك والسوالف تدرهن هواي او لو انهم زلم وجه بوجه لاقوس. حسافة تروح لأنك شمعة البيت مو من أمك حسافة اليوم. شيله شيله وياه. حمثارك وما نساف نبي حمثارك وما نساف وما نساف للحمثار وما نساف للحمثار وما نساف للحمثار وما نساف للحمثار. جفانا ومن جفانا وانسلي أنا وهم بالدار شعنا وانسلي أنا جفانا جفانا ومن جفانا ونسلينا وهم بالدار جعانا ونسلينا إذا مر اللي شادنا ونسلينا نقول سبحان حضر الوطي نقول سبحان نقول سباعنا حضر الوطي. اشقد اعزاز لي دهري ودروم جنت بالعين باريهم ودروم انا شلون انظر منازلهم ودروم ولي الفراقهم توحش علي. على راحتك عمار بثاره نريده بثار الريدة والسادة تون وجدتك يا خاله الليلة انا محزن الفرح مع لبيك هاي محسن الفرح مع لبيك هاي محسن انتو محسن انت ابن الفرافة او كارم الخطر وعمامك ضمينك للرصاص الحار ألف نعلة على بيكم هاي أهل الأنبار. أنت ابن الفرافة الجوافر أهل الفرافة والرصاص الحار وإذا تنشد عليهم موكر الخطر اشتعلت أشتبيك هاي في الأنبار. سكتنا هواي ما نسكت بعد كافي أولى همنا ترى سليمان أولى همنا ترى اللافي. سكتنا هواي ما نسكت بعد كافي أولى همنا ترى سليمان أولى همنا ترى اللافي. يجل السامع وشاخل هايس المنيوك وشاخل هايس الحافي. أمس والبارحة واليوم محسن شخص خايف علي أنا يا هاب القدر ديوان يا بحجاية الزيارة.
أمس ما وانا أمس والفرحة واليوم شخص غايب علي أنا يا غيبة وصدر ديوان يا أبو حشايت الزين يا قلب شبيك يا تشانون وياك وبالك تفرح بدنيا وياك محتنوم إن شالوك ريت انشلت وياك وفرد مدفن يدفنون أشوي هنانا احنا مركز محسن والبخت كله احنا المرضى بعار وبذله علي دويبر احنا مركز محسن والبخت كله احنا المرضى بعار وبذله احنا اللي يحطون العلب بصحبتك بصحبتك دم وسط قلب وسار ويهم يتحلل الصاحب بصحبتك دم وسط قلب وسار ويهم يتحمل الصاحب وسار شير مات الصحبة وسار مات وما نكر طيب القول ابو علي بالك لا تهم من يصرح الكون علي جوابر بالك لا تهم من يصرح الكون على الكون احنا نوقف نرفع الراية على الكون احنا نوقف نرفع الراية وجرب بالزنيم ونخلها بالمطلع وشوف ونقدها ياهو وياهو بيه الكفاية احلفك ما يحتاج احلفك بس عليك حسين انخهله بالجير وزلم وفاية ايه احنا بخدمتكم ندور على الصديق الزين والتلعب يعني وندور على الصديق الزين والتلعب وندور الماء ينسب الضيج وندور الماء يذم ربعه وندور الطبعة كون هدير ما يتبدل بطبعة يا بولا الرتني قلت هنا يحضر ساعة الفزعة انت الموكر انت الزين محسن بيها وانا ادريك انت الموكر انت الزين محسن بيها وانا ادريك ويصل فين المناية ويصل فين المناية فوسار فوسار محسن بيها بس بالزود وانا بهاي انا ادريك ويصل فين المناية وترجف الهقلوب وبالكلفة يا خايب هم قضايا جيت اليوم اعرض اجيت اليوم اعرض وجبت ماوي والفيرخ اجا وياي اجواب راوي اذا حملك ثقيل وما تشيل اجتاب واجب اعتني للدار لو شيال لو نصاب اذا حملك ثقيل وما تشيل اجتاب واجب اعتني للدار لو شيال لو نصاب وانت ابن القضاء ولا قلق لا خاف وانت ابن القضاها او لا قلق لا خاف اقول ندور على الذي تلقى الرصاص الحار وعمامك ونت عليك وجدتك السادة اليوم هم خطار ما همنا العرك يا صاح ما همنا المقابل كون تتلاقى ويانا الانبار احاو ديوانك هذا فضل يا ابن عبايد فضل ديوانك هذا
الله أكبر.